مساء الخير. الزراعة تسد الجوع، الصناعة توفر الاحتياجات، لكن التعليم يزرع ويصنع وطنا. التعليم المهني هو نوع من التعليم النظامي الذي يشمل مسارات التعليم الثانوي في شقيه العلمي والنظري، والذي يؤهل صاحبه ضمن بعض الشروط بالالتحاق في مراحل الدراسة الجامعية. والآن سوف أتحدث عن شخص لقد توجه إلى التعليم المهني من بعد مواجهة عوائق كثيرة في التعليم الأكاديمي وعدة انتقادات من المجتمع إلى التعليم المهني. وهذا الشخص عند دخوله إلى المعهد لقد تعرف على عدة اختصاصات، ومنها العناية التمريضية، فنون وأعلام، بيع وعلاقات تجارية، المحاسبة، الفندقية، التجميل. أما التربية الحضانية الابتدائية هي كانت سبب اختياري. والآن سوف أتطرق بالحديث عن فوائد التعليم المهني. أولاً، توعية الشباب. ثانياً، تطوير المعارف التقنية والمهارات الأساسية عند القوى العاملة. ثالثاً، تعزيز ثقة الشباب بنفسهم وتقوية شخصيتهم. على الرغم من تقدم التعليم المهني والتقني، لازال بعض الأشخاص ينظرون إليه بنظرة دونية، ولكنهم لا يعلمون بأن التعليم المهني هو الحجر الأساسي الذي ساهم في بناء عدة دول انتكست في الحروب العالمية، منها ألمانيا، بريطانيا، واليابان. وأنا بعتبر أنه كانت تجربتي تجربة إيجابية بالتعليم المهني، أسست لي ثقتي بنفسي، قوت لي شخصيتي، ورزت لي كياني بالمجتمع. من هنا أنطلق إلى شكر كبير إلى مدير معهد حصبية الفني والأساتذة الكرام، على أمل استفادة من تجربتي، وشكرا.